ضيفنا الشاهد كوميدي أردني طريف فعلا، والأفضل الكوميدي طبعا أن يكون طريفا، ولكن شخصية هذا الكوميدي ملفتة جدا في الواقع، وقد تكون ملفتة أكثر من طرافته حتى. لا نمضي الكثير من الوقت وأنا أقدمه لنرحب به فورا، وان هو تشونغ معنا الآن عبر الإنترنت من دبي. أهلا وسهلا بك وان هو، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في أنا الشاهد. حبيبي رؤية، شكرا لك وشكرا على الإصداف مسبقا، وتحية لكل المشاهدين إن كانوا على الإنترنت أو على التلفزيون. شكرا جزيلا. طبعا أنا قدمتك كوميدي أردني، ولكن الاسم بحد ذاته ليس أردنيا أبدا، وحتى ربما برأي كثيرين قد لا يكون الشكل أردني أبدا. مضبوط، أنا الوالد كوري والوالدة من فيتنام، واتولدت بالسعودية وعشت بالأردن، وهلأ عايش بالإمارات وبشتغل بالإمارات. فالشكل آسيوي والقلب عربي. طب خليني أبدأ بسؤالك في الواقع عن هذا الموضوع. ربما كثيرون عندما يلتقون بك للمرة الأولى بعد دقيقة دقيقتين خمس دقائق لابد أن يعلقوا على هذا الموضوع، كما قلت أنت الشكل آسيوي القلب عربي، هل مللت من ذلك؟ كلا، يعني بصراحة أنا صرت بحكي زيك فصحى. كلا لا، شوفوا بصراحة هذا المزيج الغريب مكنني انه اكثر الحواجز الاجتماعيه اللي بتصير لما التقي مع ناس جداد، انه بكون في طبعا فضول من الناس حتى يعرفوا كيف واحد شكله اسيوي بيحكي عربي وفاهم الثقافه والحضاره العربيه واللغه العربيه. فبالعكس انا بحس هذا شيء ساعدني كثير بحياتي، فتح لي كثير ابواب وعرفني على كثير ناس. فلا، انا مبسوط من هذا الشيء، ومبسوط وفخور فيه كمان. طب بس ولكن مثلا انا احاول ان اقيس على المعايير الموجوده هنا، يعني اي شخص يحمل الجنسيه البريطانيه على الغالب يكره في الواقع ان يتم الاشاره الى اصوله او جذوره الا ضمن السياق الثقافي ربما، ولكن ان ياتي شخص ويسالني مثلا انت بريطاني بس اسمك مو بريطاني، انا هذا مثلا قد اعتبره امر مزعج، قد اعتبره عنصريه الى اخره. لا، هو قد يكون عنصرية للبعض، بس بالنسبة لي هو فضول طبيعي. يعني أكيد شخص بملامحي وعايش بوطن عربي بيتكلم عربي، أكيد الناس عندها فضول تعرف إنه هو من وين. حتى لو كان واحد أشقر وعيونه زرق عايش في اليابان، أكيد بيكون في شوية فضول. إذا كان بيحكي ياباني أكيد في فضول يعرف هو من وين. فأنا بالعكس أنا بحسه من دافع الفضول، وانا حتى لما الناس يسالوني انت من وين ما بنكر اي جزء او جذر، اي يعني جذر من اصولي. لما حدا يسالني انت من وين بقول لهم انا كوري فيتنامي مولود بالسعوديه عشت بالاردن، حامل الجنسيه الاردنيه والكوريه. فبالعكس انا فخور بكل البلدان اللي انا بمثلها، ومش غلط الواحد يحكي فيها لانه اصلا هو تبادل ثقافات وتبادل حضارات. وبالعكس حلو الناس تعرف انت من وين، تفتح مواضيع اكثر معهم. وربما حتى هذا موضوع غير أنه بتفتح مواضيع أكثر معهم كما قلت، قد موضوع قد يكون يساعدك ككوميدي، أليس كذلك؟ أكيد، لأن هذا الموضوع يجمع عدة حضارات وعدة ثقافات، ممكن أنت تنتقل من ثقافة إلى الأخرى، وبرضه ممكن أنت تبرز العوامل المشتركة بين الثقافات المختلفة وبرضه العوامل المختلفة. وطبعا هذا برضه بعطيك، يعني فرض انا كوني شخص اجان ملامحه اسيويه بس عربي، فانا عندي منظوري الخاص على المجتمع العربي، وممكن بشوفه بطريقه مختلفه من الشخص العربي اللي عايش في الوطن العربي. يعني انا عندي نظره مختلفه شوي، لانه عندي نظره الاجنبي بس بنفس الوقت نظره المواطن العربي، يعني عندي الاثنين. هل من العدل ربما ان اقول انه وضعك ككوميدي عربي من أصل آسيوي كما تقول يشبه كثيرا وضع كثير من الكوميديين في الواقع؟ هذه ظاهرة موجودة في أمريكا بشكل خاص، الأمريكيين من أصول شرق أوسطية والذين في الواقع يستغلون هذا الأصل الثقافي الأصل العرقي لهم في الكوميديا، وخصوصا للسخرية من أصلهم، أو ربما للسخرية من سخرية المجتمع من أصلهم. نعم، هو شوف كل فنان كوميدي له نظرته الخاصة ومواضيعه الخاصة اللي ممكن نحكي فيها. طبعا في أنواع شتى من الكوميديا، وفي كوميديا بتكون بتستعمل فيها كلمات نابية، في كوميديا سياسية، في كوميديا ثقافية، في كوميديا اجتماعية. أنا بتناول بحالتي الخاصة الكوميديا الاجتماعية والكوميديا اللي بسموها الأثنيك ستيريوتايب، اللي هو الكوميديا تغيير الصورة النمطية. ف
انا لما اقدم الكوميديا تبعتي بغض النظر عن الذي يقدمونه الكوميديين الاخرين، انا بقدم كوميديا اللي هي بتحاول توصل رساله اللي هي نحن كنا كبشر واحد، يعني ان كنت كوري عربي امريكي اوروبي ياباني افريقي كنا واحد. بس لابد أن هناك أشياء لا تستطيع أن تقول في دولة دون أخرى، يعني ربما هناك نكتة تقال هنا ولا تقال هناك. أكيد. هلا أشوف طبعا الكوميديا في الوطن العربي المنطقة التي أعمل بها لسه في مرحلة نمو، يعني أنا يعني إذا بدي أختار سنة معينة بلش فيها ستاند أب كوميدي بتخيل كانت سنة 2007 لما إجت فرقة محور الشر اللي هم أكسس أوف إيفل على الشرق الأوسط يعملوا جولة كوميدية حتى يعرفوا الجمهور العربي على هذا الفن، هذا النوع الجديد من الكوميديا اللي هو الستاند اب كوميدي، مش الحكواتي او المسرحيات او المسلسلات الى اخره. طبعا الموضوع جديد، الموضوع الكوميديا لسه الستاند اب كوميدي في مرحلة نمو وفي مرحلة طفولة، فطبعا مش ممكن الكوميديا تفوت على السوق وتكون يعني 100 100، اكيد بدها شغل، فسنة على سنة بيصير في تطور. زي حتى الكوميديا لما بلشت بالولايات المتحدة مع ناس زي جورج كارلين وريتشارد براير ايامها بالخمسينات والستينات والسبعينات، كان في مواضيع كثير هم بيتناولوها ما بقدروا يتكلموا فيها، يعني كانت مواضيع ادجي. هلا الموضوع اختلف وهم فتحوا الابواب لغيرهم من الكوميديين انهم يكونوا جرأة جريئين اكثر ويحكوا مواضيع حساسه اكثر او حتى يتكلموا بالسياسه او اي موضوع اخر. فانا طبعا كوني عم بعمل ستاند اب كوميدي باللغه العربيه بالوطن العربي تحديدا وحتى برضه ببلدان خارج الشرق الاوسط لجمهور عربي، في مواضيع حساسة ما بقدر أحكي فيها اللي هي السياسة والدين والجنس، بس يعني بقول برضه مش شرط الواحد يحكي في هدول الثلاث مواضيع حتى يضحك الناس وحتى يوصل رسالة معينة. ودليل على ذلك أنا صار لي 7 سنين بعمل ستاند اب كوميدي بالوطن العربي من دون ما أدخل بأي موضوع سياسي أو ديني أو جنسي أو من دون استعمال أي كلمات نابية أو من دون ما أتطرق لأي نكت بسموها نكت الحمام اللي هي الباثروم ماتيريال. مش ضروري الواحد صحيح صحيح، ولكن وان هو هناك مثلا هنا الكوميديان، يعني انا احاول ان افكر بالكوميديين الموجودين هنا، ستاند اب كوميديانز الموجودين هنا في بريطانيا، هؤلاء في الواقع يقومون احيانا بالقاء بعض النكات خلال امسياتهم شديده الوقاحه، شديده الايذاء، شديده الجرح، ولكن عميقه فيها الدلالة، فيها مؤشر، يعني وكأنه يضع أمامك مرآة ويقول لك انظر، حتى لو كنت تضحك ولكن هناك شيء قبيح أنت تقوم به في المجتمع. نعم، شوف أنا معك، أنا أؤيدك، ولكن أنا بقدر برضه أوصل نفس الرسالة من دون ما يعني من دون ما أكون جارح أو ناقد أو حتى أنا بنقد بس ما بجرح شعور الناس. بتقول لي إذا سؤالك كان هل بودي إنه أنا أكون جريء أكثر وأتطرق لمواضيع أكثر؟ نعم، يعني لو بقدر أوكي، بس ممكن هذا الكلام يتغير خلال سنين قليلة. يعني أنا حتى بآخر سنين 7 اللي فاتت في مواضيع أنا بحكي فيها هلأ ممكن قبل 7 سنين ما كنت بقدر، بس هلا الموضوع تغير شوي، الكوميديا في نمو مستمر، ان شاء الله في السنين القليله القادمه بنلاقي في جرأة اكثر، مواضيع نحكي فيها اكثر. طيب، عم تقول انه لم يكن هناك اي ورطة او اي مشكلة وقعت فيها خلال 7 سنوات من ممارسة الكوميديا. صار معي موقف، كنت عم بقول نكته وفيها النكته عن الماما فيتناميه والعربي عندها مكسر، فمرات هي بتكون بدها تحكي كلمة معينة بس هي بمخها بتكون كلمة ثانية، فاستعملت كلمة ما تورطنا وانا بحاول أورطك، يعني المؤخرة يعني اوكي ممكن أقول أفا يلا يلا ايه لا احسن من المؤخرة. أنا استعملت الكلمة الثانية اللي هي الكلمة الدارجة منها اللي تبلش بحرف الطاء. اوكي، هاي بلا ما نحكيها. اوكي، فانا يعني استعملت هالكلمه على المسرح بس ما كانت لاهانه شخص معين او لاهانه يعني اي شيء، بالعكس كانت يعني بس انه الماما كانت بدها تقول كلمه توت توت، بدل ما تحكي توت استعملت الكلمه الثانيه بالغلط، فهاي كانت النكته. فعلى طول بعد استخدام هذه الكلمه تم ايقاف عرضي وتم طردي من المسرح، قالوا لي اوف يعني لو تتفضل وتترك المسرح عشان استعملت هالكلمه. فلما سالتهم عن السبب ليش طردتوني من ليش وقفت العرض وطردتوني، قالوا لي انت استعملت كلمه كونتروفيرشن مثيره للجدل. فانا قلت لهم اي كلمه؟ قالوا لي الكلمه اللي بتبلش بحرف الطاء.
قلت لهم سوري، انا بالنسبه لي يعني كلمه بتثير الجدل او موضوع بتثير الجدل هو عن الدين، عن مبادئ شخص معينه او الى اخره، او السياسه او وات ايفر. قلت لهم يعني هاي الكلمه يعني، وكان جمهور يعني جمهور ناس كبار بالعمر يعني مش اطفال، قلت لهم هذه كلمه كلنا بنستعملها يعني، سوري اذا انا زعلتكم بس كلمه كلنا بنستعملها وكلمه عاديه يعني. ف جرحت مشاعر البعض وأزعجت البعض فبطلت أستعملها. أتعرف هذا ربما يضعنا يعني يقودنا إلى حقيقة، أنه يقال كثيرا أنه النتاج الفكري العربي مؤدب كثيرا ولا يعكس صورة واقعية للشارع العربي والمجتمع العربي، يعني هذه الكلمة التي تتحدث عنها كلنا نقولها. أكيد أكيد يعني مش كلمة إلا أنا طبعا، كلمة نابية جدا يعني، هي كلمة دارجة يعني عاميا. بس يعني حتى انا معك يعني انه طبعا هي شغله بحضارتنا العربيه وثقافتنا العربيه، نحن يعني كحضاره يعني شعب مجامل. حتى لما تشوف البرامج التلفزيونيه يعني الترفيهيه، على طول كل ما يجي ضيف، ما فيش اذا ضيف فنان كبير، كل مواضيع بتكون مواضيع ايجابيه، وطبعا في مقدمات طويله، وطبعا حضر الضيف واشرقت الشمس في الاستوديو ونورت الاستوديو وانت ما فيش في كثير مجاملات. بس هذه طبيعه حضارتنا يعني العربيه، وانا بحكي حضارتنا وانا حضارتي انا كمان. ف يعني بتخيل هذا جزء من واقعنا العربي. هل هو جيد او سيء؟ ما بعرف، هو واقعنا، فنحن يعني لازم نتعامل مع الواقع الموجود عندنا بالفن اللي نحن بنقدمه. من هو الكوميدي او ربما الكوميديا اللذين شكلوا ربما يكونوا شكلوا الوحي لك؟ بصراحة الفنان الكوميدي الكندي اللي أصله هندي، راسل بيترز، لأنه أنا قبل ما أشاهد أي مقاطع على راسل بيترز كنت طبعا على دراية أنه الستاند اب كوميدي موجود بالغرب، وكنت بشاهد كوميديين وأنا بصغري يعني زي إيدي ميرفي بالثمانينات وإلى آخره. بس لما شفت راسل بيترز أول مرة بيعمل ستاند اب كوميدي، اكتشفت أنه هو كندي بس أصله هندي، وهو بيحكي عن صراعاته بحياته اليوميه، عن كونه مواطن هندي وثقافته هنديه بس هو كندي. فكان الكوميديا اللي بقدمها هي الاثنيك ستيريوتايب، اللي هي الصور النمطيه عن البلدان والثقافات المختلفه. فلما هو بلش يعمل ستاند اب كوميدي كثير شدني، لانه حسيت حالي زيه، لانه هو هندي عايش بكندا وكندي، انا بالنسبه لي اسيوي كوري مولود ومتربي بالاردن وبالبلدان العربيه، فانا عربي. فلقيت كثير في عوامل مشتركه بيني وبينه، وتقربت كثير للكوميديا تبعته، فانا اعتبرته مثال الي، وتقريبا مشيت على خطاه، بس طبعا مش نفس مواضيعه بس بطريقتي الخاصه. بس هو طبعا هو اللي عمل لي زي ما تقول الايحاء الاول. اقتربنا من النهايه وانهو، خبرني عن الجديد، اعرف انك قادم الى اوروبا قريبا. والله شوف، انا حاب يعني بشكل عام حاب اعمل عروض للعرب ان كانوا في الشرق الاوسط او كان للعرب يعني الجاليه العربيه التي عايشه باستراليا وباوروبا وبامريكا. بودي، فهذا جزء من جوله الكوميديا القادمه ان شاء الله. يعني انا بشهر 5 راح اكون باستراليا، بشهر 6 باوروبا، بشهر 7 حكون بامريكا. طبعا حاب اقدم عروض للجاليه العربيه اللي برا. بس لو تسالني تحديدا هلا يعني لو بدي اعمل عرض قريبا، بودي اعمل عرض بمصر، لانه انا قبل اسبوعين ونص 3 اسابيع كنت ضيف على البرنامج مع باسم يوسف، وكان رده الفعل من الجمهور المصري اكثر من رائعه، يعني فاقت كل التوقعات. فانا بودي اروح على مصر، لانه الناس كلها بتسالني من مصر امتى رح تيجي على مصر، وحتيجي امتى، وحتعمل عرض امتى، وحنشوفك امتى. فبودي احجز قاعه كبيره او حتى استاد كبير، واعمل عرض بتذاكر سعرها زهيد، حتى الناس تيجي وتشوفني اقدم لهم عرض، وارجع لهم للشعب المصري الحب اللي اعطوني اياه من خلال يعني متابعتهم لي لبرنامج باسم يوسف. وطبعا الشكر لكل الجمهور اللي شاف، مش بس الجمهور المصري اكيد هو البرنامج اقليمي، بس بالتحديد الجمهور المصري، لانه اجاني كثير مسجات منهم، واجاني كثير منشنز على تويتر وانستغرام وفيسبوك منهم. فممكن العرض القادم يا ريت يكون بمصر. ما ذكرته عن راسل بيترز، قلت انه اسم الكوميدي، ما ذكرته عنه ربما يعيدنا يذكرنا بسؤال سألته لك قبل قليل عن الكوميديين من أصول شرق أوسطية أو من أصول هندية في هذه الحالة، أو من أصول آسيوية أو أفريقية إلى آخره.
الذين يجدون في الواقع هذا الوضع الثقافي الذي يعيشونه ربما فرصة أولا للبوح بما يشعرون به وأيضا للشكوى أو للتذمر من المجتمع، هل هو بشكل أو بآخر تذمر من العنصرية؟ وانا اشوف يعني انا واجهت بحياتي عنصريه، ممكن ما تكون عنصريه، ممكن يكون جهل. يعني ممكن في ناس، ممكن انا رحت على اماكن ناس ما شافوا فيها ناس اسيويين، ففي استغراب، وحتى في تيرم في عندك اي ثينك اتس زينوفوبيا او اغورافوبيا، اللي هو الخوف من الغرباء. فممكن انا عشت ممكن بالاردن، لما عشت بالاردن بخلال، انا يعني من مواليد الثمانينات، وعشت بالاردن بفتره ما كان فيها كثير اجانب، فالناس يعني ممكن مش يكونوا عنصريين، بس ممكن متفاجئين ومش شايفين شخص اسيوي قدامهم، يعني قدام عينيهم. فطبعا ممكن يكون في عنصريه معينه، ممكن يكون في جهل لانه الناس ما مش شايفه ومش عارفه، بس انا برايي هذا بيعطيني ماتيريال كافي، بيعطيني ماده كافيه حتى اقدر احكي فيها عن المفارقات اللي بتصير معي. يعني حتى هلا بدبي مؤخرا، انا الاسبوع الماضي كنت معزوم على افتتاح مطعم فاخر يعني بدبي، ورحت وكنت لابس على المسطره زي ما بيقولوا، لبس مرتب، وانا ماشي وحده وقفتني قالت لي لو سمحت جيب لي كرسي انا تعبانه، فكرتني نادل بالمطعم. ف يعني هل هذا عنصريه ام جهل، او ممكن انا بشبه يعني اغلب الناس اللي شغالين بهذاك المطعم اللي هم نادلين او الى اخره؟ فانا ما بزعل، بس بستعمل هدول المواقف حتى اريهم على المسرح، حتى اورجي للناس المواقف اللي بتصير معي. وفي الواقع إن لم أكن مخطئا، أنت معظم المواقف التي تذكرها هي مواقف أصلية أو مبنية على قصة أصلية حقيقية. نعم، أنا ما فيش ولا نكتة بقولها ما إجت من مكان حقيقي. يعني دائما المواقف اللي بتصير معي حقيقية، بشاركها مع الجمهور على المسرح، بس ممكن أنا بضيف عليها بعض الإفيهات حتى تكون مضحكة أكثر، ببالغ فيها شوي، بس أساسها قصة حقيقية. طيب هتخبرني، خليني أختتم بهذا الشيء الذي طبعا بالتأكيد الجميع يكره أن تختتم به مقابلة معه، خبرني عن ربما نكتة ألقيتها وفشلت. ألقيتها وفشلت؟ أوكي، مرة كنت عامل إيفنت بدبي، كان حفل خاص، وسألت من منظم الحفل يقول لي مين الجمهور، كم عددهم، هم من وين، شو أعمارهم، لأنه طبعا إذا كان الجمهور صغير في العمر يعني بين 20 ل 30 سنة أكيد بحبوا أشياء معينة، وإذا كان الجمهور أكبر بالعمر بين 50 ل 60 سنة أكيد في عندهم مواقف يعني نكت من نوع ثاني بحبوها. فوقتها المنظم الحفل ما كان دقيق بإيصال الفكرة إنه الجمهور من وين وقد ايه اعمارهم، قالوا لي اعمارهم من 25 ل 45، وهم يعني بالاطباء وصيدليين والى اخره. واذ طلعت بالمسرح واكتشفت وانا على المسرح بعد ما عملت نكته انه الجمهور عمره 55 وطالع. فانا طلعت على المسرح وكنت بعمل امبرسونيشن، بحاول اقلد صوت المغنيه الكولومبيه شاكيرا. فطلعت وكنت عم بتريق على صوت شاكيرا وبقلدها، لانه هي لما تحكي بيكون صوتها هيك شاكيرا. فغنيت اغنيه وكا وكا بصوت شاكيرا اللي انا بحسه شوي، هي فتاه جميله بس صوتها شوي مزعج. فطلعت على المسرح وكنت عم بغني سامنا منا وكا وكا، انا مش كنت عم بغني الاغنيه على البي بي سي، بس اني ويز. فالمهم طلعت وغنيت هالاغنيه على اساس الجمهور اذا كان صغير بالعمر بحب هاي النكته، لانه هي فعلا هيك صوتها. لما طلعت ما حدش ضحك، وانا بطلع هيك بحكي في ايه، طلعوا كلهم يعني قد جدي، يعني كل واحد ما بيعرفوا شاكيرا اساسا. فطبعا يعني هي كانت الغلطه مني، لانه انا عملت نكته لجمهور ما كانتش النكته لائقه على الجمهور اللي حيسمعها، فتعلمت الدرس. شكرا جزيلا لك وان هو تشونغ، شكرا لك.